دكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بافتتاح معرض الأنشطة التربوية بمدرسة البرهمة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية، وذلك بحضور قيادات المديرية وإدارة قفط التعليمية وطلاب المدارس والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركز قفط. تقرير الزميل مصطفى خليفة. افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا معرض الأنشطة التربوية بإدارة قفط التعليمية والمقام بمدرسة البراهيم الابتدائية المشتركة، وذلك بحضور الأستاذ ربيع دنقل مدير إدارة قفط التعليمية، والأستاذ أسامة قدوس مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد فاروق مدير الأنشطة بالمديرية. كما شهد الافتتاح السادة موجه عموم الأنشطة التربوية والقيادات بمديرية التربية والتعليم وإدارة قفط التعليمية، هذا بالإضافة إلى قيادات الشعبية والتنفيذية بمركز قفط جنوب محافظة قنا. النهاردة طفنا في أركان المدرسة وشفنا أكثر من معرض، سواء خاص بالتربية الاجتماعية والتربية النفسية ورياض الأطفال والكشافة. كل فريق كان ليه معرض خاص بيه وكان ليه طبع خاص بيه، إلا أن معظم المعارض يمكن أجمعت على المبادرات الأساسية اللي بتنادي بها الوزارة، سواء كانت مبادرات رئاسية أو مبادرات وزارية أو مبادرات من المديرية الداخلية مننا هنا داخليا. فشوفنا النهاردة بدأنا بالمبادرة بتاعة التحضر للأخضر، ودخلنا على المبادرات الخاصة بالوعي البيئي والمسابقات الكشفية والعروض الرياضية. بعد كده شفنا مجموعة أخرى من المبادرات كانت مرتبطة بحروب الجيل الخامس والتوعية من مخاطر الألعاب الإلكترونية. شفنا معرض رياض الأطفال بجمال، وزي ما حضرتك شايف يعني احنا موجودين حاليا في المعرض الخاص برياض الأطفال. أهمية ليها انها بتبرز للمجتمع وتبرز للناس الجهود المبذولة وايه أهمية الأنشطة في الناحية التعليمية. وطبعا زي ما ذكر الدكتور محمد احنا عندنا توجيهات من رئاسية وتوجيهات وزارية وتوجيهات من جميع القيادات ان احنا نحاول نبرز الأنشطة ونناقش المشكلات الموجودة على الساحة حاليا، كما نناقش من خلالها الجهود اللي بتبذلها الدولة من إنشاء مشروعات كبرى وتنمية المجتمع وخلق بنية أساسية للمجتمع. فكل نشاط من الأنشطة بيحاول يبرز هذه الأهميات اللي بتبذلها الدولة وأهمية الجانب التطبيقي للجانب الثقافي في العملية التعليمية بتبرز من خلال الايه بتظهر من خلال ممارسة الأنشطة. هذا وقد تضمن الافتتاح تفقد المعرض وأنشطته المختلفة والتي شملت الصحافة المدرسية والتربية الفنية والاجتماعية والمجال الصناعي والمكتبات والوسائل التعليمية ورياض الأطفال والتربية الموسيقية والمسرحية، وكذلك عروض الكاراتيه والفقرات الفنية المختلفة. يأتي هذا في إطار أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والتأكيد على دورها لتحقيق جودة شاملة في البيئة التعليمية واكتشاف المواهب لدى الناشئ بمختلف المراحل التعليمية. نحن الآن في معرض رياض الأطفال، وهو يجسد الصورة التي يستخدمها معلمي رياض الأطفال في تثبيت مهارات التنمية العلمية والمعرفية لدى الطلاب. هنشوف معنا أبنائنا من رياض الأطفال، ونشوف معنا منتصر دولة أبنائنا. زي ما انتم شايفين حضراتكم دي صورة الواقع عمليا ليس كلام. تعالوا يا أولاد تعالوا معنا علشان نشوف رياض الأطفال ونشوف المساهمات والأنشطة الخطيرة للطلاب، خصوصا معلش معنا علشان نبين مدى الإطراء الفكري والإطراء الثقافي للمجتمع. المعرض ده بيتكلم على جميع الأنشطة المشتركة فيه، اللي هي أنشطة اللي تم ممارستها في النصف الدراسي الأول. المعرض فيه أكثر من 17 نشاط حضرتك، كلهم أعمالهم فوق الممتازة. والمعرض تقريبا ممكن بتقرير السيد وكيل الوزارة وحضوره لنا كان ماشي مبسوط خالص بالعروض اللي اتفرج عليها أو اللي شافها والشغل الموجهين الأنشطة. الشغل ده صراحة يعني لو احنا بصينا للمجهود اللي اتبذل فيه، يعني مجهود مفيش لا إمكانيات ولا مجهود يظهر النشاط ده كله إلا إذا كانت الناس دي مجموعة مغلفة بالحب والتعاون يعني فوق الوصف. تابعت لكم فعاليات افتتاح معرض الأنشطة التربوي بمدرسة البراهيم الابتدائية المشتركة
مصطفى خليفة ومنتصر لطفي لقناة طيبة.